موضوع باختصار، يعني ظاهرة بدأت تنتشر في المساجد هذه السنة، والظاهرة غريبة جدا. يعني ذاك اليوم أنا رايح كذا مرة أصلي في المسجد صلاة التراويح، فالطبيعي إحنا متعودين أن في واحد، يعني كل الناس عندهم أمام وقت السجود عندهم أكواب أو قوارير ماء عشان يشربون ماء. أنا هذا الشيء اللي إحنا متعودين عليه، عشان الواحد بين التسليمات الواحد يشرب ماء. ذاك اليوم بديت أشوف القوارير الماء في بعض المساجد ما هي موجودة، شو السالفة؟ فذاك اليوم صليت ألتفت للي جنبي قلت له لو سمحت أبي أشرب ماء، فعطاني كوب. يوم جيت شربت الكوب لقيت آيس مانش لاتيه في الصاد التراويح، والله العظيم يعني مو معقولة. قلت له لا لو سمحت أبي أشرب ماء وقت الصلاة، قال لي هذا اللي عندي. رحت طالعت اللي جنبي واحد سايب عليه يعني الشرهة، فقلت له يا عمي لو سمحت ممكن تعطى أشرب ماي؟ أعطاني كوب، لقيت الكوب، أشرب الكوب، لقيته معطيني بلاك كافي في سكسي. يا جماعة الخير مو معقولة، في السالفة رحت أطالع في الناس أشوف إن كل واحد داخل المسجد داخله معاه بلاك كافي حاطة مكان الماي. اللي جماعة الخير الناس أنتوا جايين تتقهوان ولا شو السالفة؟ أنا هذا كله الله يجعل، يعني هذه أقصى مشاكلنا.